رن رن جرسنا ترانا اليوم بلشنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن رن جرسنا ترانا اليوم بلشنا رسمو تلوين لعب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رسمو تلوين لعب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب مساء الخير لكل الحلوين اللي قاعد يتابعون هالحلقة الجديدة من برنامج استديو الأبطال. نتواصل معكم على مدى ساعة كاملة أنا وياكم أصدقاء الحلوين وعبد الله أكيد ما قصر معنا. شلونك مشعل؟ زينة. مساء الخير للأصدقاء، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من خلال هذا البرنامج. وبلشنا العام الدراسي الجديد في بداية مرحلة دراسية جديدة من الجامعات، الأكاديميين الحين بلشوا وأول يوم غبار، حلوة الكشخة تصير مع الغبار. شلون اليوم الدراسي؟ ممتاز دوامت الحمد لله. كم كلاس كان عندك اليوم؟ اثنين. اليوم باكر أربعة. باكر أربعة حلو. يعني سويت يوم جميل. زحمة 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 الجامعة اليوم، وايد زحمة وناسة. تعرفت على أول دكتورين حق هال يعني عندك مادتين اكيد دكتورين يعني اربعه اقول لك اقول اسولف لك ايه صح. ان تعرفت عليهم الحمد لله يا رب، بدايه موفقه ان شاء الله. باقي الدكاتره بعد نفس الشيء ان شاء الله يا رب. الله يسهل الله يسهل يا رب. اليوم مشاعل جايبت لنا التواريخ الصحيحه لبدايه عام دراسي جديد للمراحل الدراسيه كلها. ففي بعض الناس مخربطين، يعني يدرون انه ممكن اسبوع الجاي او اسبوع اللي بعده، بس مو عارفه التاريخ بالضبط او مو عارفه المرحله الدراسيه بالضبط. ابله مشاعل اعطتكم التواريخ كامله، تفضلي يا التقويم. يلا خلينا نبلش. اول شيء امتحانات الدور الثاني راح تكون من تاريخ 10/9 لغايه 19/9. هاي امتحانات الدور الثاني من كم؟ من 10/9 ل 19/9 ان شاء الله. حلو، يعني بلشوا كما وردني. كما وردت اي هذه يعني مو صحيح يعني يمكن فيها لا صحيحه ان شاء الله. اوكي انزين، والروضه اللي هو رياض الاطفال راح يبلش ان شاء الله تاريخ 15/9 صادف يوم الاحد. الروضه رياض الاطفال اللي اول مره يدش مدرسه او يمكن كان بحضانه راح يدش الروضه تاريخ 4/15/9 يوم الاحد اللي جاي. اوكي ايه. وبعدهم بيوم راح يداومون اولى ابتدائي اللي هو تاريخ 16/9 يوم الاثنين. بعدهم بيوم بعدهم بيوم بعدين اولى ابتدائي بالترتيب. اي اوكي. بعدين باقي صفوف الابتدائي راح تبلش يوم الثلاثاء تاريخ 17/9. حلوين، الاحد رياض الاطفال، الاثنين اول مرحله دراسيه في الابتدائي، وباقي المراحل الدراسيه ثاني وثالث ورابع وخامس يوم الثلاثاء. حلو. بعدين المتوسطه والثانويه راح يبلشون يوم الاحد تاريخ 22/9. 22/9 بعد اسبوعين. اي حلوين. وبعدين في الجامعه اللي هي اليوم 8/9 وتطبيقي، بس مو متاقده منها، تطبيقي 23/9. حلو. والتجنيد ما ادري متى قريبا ان شاء الله. اي راح نرد كلنا شيء. عموما هذه اخبار، للحين ماكو شيء اكيد التجنيد، ولكن هذه التواريخ الصحيحه ان شاء الله اللي ان شاء الله اللي قالته مشاعل في يوم وعام دراسي جديد. نذكر بطرق التواصل، سين بالعربي، اس باللغه الانجليزيه، والتويتر @abtal_الراي، هذا هو التويتر الخاص في البرنامج. راح نتكلم اليوم وراح نقول لكل الاصدقاء ان العقل السليم بشنو؟ بالجسم. ردوا علينا السليم. العقل السليم شنو؟ في الجسم السليم. فدائما لما نقوم من النوم ونصحى من النوم نفرش اسناننا ونسوي الاشياء الاعتياديه، نعدل شو اسمه، نعدل خربطتوني سريرنا، نروح شنو لازم ناكل؟ وجبه مهمه جدا، اهم وجبه اللي هي وجبه الفطور. فدائما الواحد يرتب وجباته على حسب اليوم، فلازم يكون هناك وجبه فطور، وجبه غدا، وجبه عشاء. وجبه العشاء تنوكل قبل لا ننام بفتره معينه. اللي طبعا ما يعرف لازم يسال هل احنا راح نجيب المعلومات هذه، ولكن احنا دائما نذكر مو بس نتكلم عن الدراسه، ايضا راح نتكلم عن تنظيم الوجبات اللي راح تفيد جسمنا علشان نقدر نذاكر وما يصير فينا خمول. ونقول ان اهم وجبه هي وجبه الفطور، مثل ما قلت عبد الله ان اهم وجبه هي وجبه الفطور، لان بدايه اليوم لازم تكون انت ماكل ومصحصح. اذا مو ماكل راح تحس نفسك دايخ مو مركز، يعني بلش حتى لو باشياء يعني خفيفه وانت رايح صف. مو لازم مكبوس. لا عاد عبد الله مرق باميه خلاص. لا لا اشياء ما العشاء امس والله في ناس بعدين عبالهم صدق احنا قاعد نتكلم. اسمع لا مثلا خبز وجبن. خبز وجبن؟ ايه شنو خبز حلو احلى من، انا عندي احلى من شيء صح. ايه هاي اللفه ايه حلوه. حط كاكاو ما نقدر نقول ايه هذا اللي هو هذا
زين وكورن فليكس تقدرون تاكلون حلو بيض. حليب انا لازم اول شيء اشرب حليب وفي يعني انا اللي اشربه في نسبه قهوه بس انه حليب لازم الصبح وايد حلو يعني تحس نفسك ان انت شيء صح صح صح. احنا ليش قاعدين نقول هالاشياء؟ لان في وايد اصدقاء نسمع من خلال اولياء امورهم من خلال المدرسين والمدرسات انه دائما ما يحبون وجبه الفطور، تو قاعد من النوم ما اكل كلش. اوكي انا ما قلت لك اقعد من النوم على طول روح حق الوجبه، لا اقعد من النوم غسل يعني لبعد نص ساعه ربع ساعه ان انت ما اكل وجبه الفطور. وطبعا بالتدريج ما تكون وجبه دسمه، تكون وجبه خفيفه، تبلش فيها بحليب لان حليب يقوي العظام ويخليك نشيط وتشارك من خلال طابور الصباح او من خلال الحصص اليوميه، وما تكون مثل ما يقولون واحد دائما يكون خملان وقاعد وما لخلق يشارك وتعبان ومنايم عدل. فوجبه الفطور جدا ضروريه. اللي ما يعرف ما اللي مو متعود على وجبه الفطور تشوفينا فتره الصبح كله تعبان ومو عارف ليش، مو الاكل في طاقه، فالطاقه تي من وجبه الفطور. عشان انا اذا رحت مثلا الجامعه مو متريقه بالكلاس مو مركزه مع الدكتور شي يقول، مركزه شلون راح اكل الحين، شلون متى راح اطلع، متى يقول طلعوا وتفضلوا، ان عشان ابي اروح اكل لان اهم شيء ريوق. صح. والغدا هم يعني شيء ضروري بس العشاء احنا ناكل شيء خفيف عشان ننام مرتاحين. ممكن تكون يعني علبه عصير مع كرواسونه عشاء فطور ريوق. اي انت قاعد بلشتي بالعشاء ولا شنو؟ انا قاعد اقول على العشاء، حتى العشاء يكون شيء خفيف. يعني في ناس يعني تاكل اشياء دسمه يعني وايد عيش. لا لا احنا ايش رايك احنا نبلش الفقره الاولى راح نتكلم عن الفطور. اوكي الفقره الثانيه يعني اقتراحات الحين. اي الحين احنا كله على الريوق. يا خلينا اقتراحات. شنو بيض جبن، انواع الاجبان، زيتون، لبنه، مربى، عسل، هذا جيمر. الكيك شو اسمه؟ كيك اللي انا احبه شو اسمه؟ بان كيك. اي شنو بان كيك؟ هذا كذي اللي تحط فوقه شيء مثل عسل. المهم المطعم اللي احنا نحبه لسان الثور. شنو؟ ما تعرفين لسان الثور؟ لا صدق والله؟ والله هو يسمى لسان الثور، معروف الكويتيين قبل ما ادري حتى بالخليج مثل بسكوت، ما ادري شلون صاير بسكوت جاي كنا كيك فيه شكر خفيف كذي حلو ينوكل مع يعني شاي حليب الصبح ينوكل، اسمه لسان الثور، ما ادري ليش يسمينه كذي يعني. اي اوكي ترى على فكره صدق يعني مو 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 خطا دفاعي يعني. اوكي اوكي انا مصدقتك. لا بس قاعده اتذكر يمكن مر علي. عرفتي لسان الثور؟ لا والله. تعرفين قرص عقيلي؟ الحين اطلع من الحلقه ادق على ابوي على طول. لا دش على الانترنت كتبوا شنو هو لسان الثور، لا اسم ثاني بس احنا نسميه لسان الثور. حلو خلينا نعطي بعد اقتراحات. بقسم حلو صح؟ يا حليب حلو بعد تركي، انا احب التركي الصبح اي مع مايونيز وديك رومي يعني كيفكم على حسب اللي تحطونه، دائما الاشياء اللي نحطها اشياء قليله. شابوره اقتراح احد الزملاء شابوره لا يسوي ما يسوي جرح يعني. لا حلوه حلوه لذيذه مع حليب وشاي. انا يعني اقول ان شابوره تكون بالليل احسن. صدق؟ اي مو بالليل بعد فات الساعه 7 كذي 7 ونص بالليل. في هذا شيء الملفوف كذي شنو هذا؟ زعتر؟ لا لا هو يتيم يتكسر درابيل. درابيل صح شطار. منو ما يعرف درابيل؟ انا نسيت اسمها راح نبالي. خاله درابيل اخي. اي هذه حلوه بعد الصبح. والزعتر وايد مفيد لانه يعطيه طاقه واخره عن اللي في ناس يقوم باكر غلط. ترى بقول شيء يعني ترى هي مفيده حق الجسم. صح وايد مفيده حق العظام. بس انا قاعد اعطي الاشياء حلوه. بس انا نو واي اكل باكر. انت شنو وجبتك المفضله في الفطور؟ كل شيء اكل أمانة، كل شيء على الريوق اللي قلته هذا أنا كله أكله. أوكي خلنا نأخذ اتصالات مع بعض ونشوف كل واحد شنو يعني يفضل وجبة الفطور تكون، خصوصا في بداية يوم في عمل في دراسة حق الكبار والصغار. نأخذ اتصال أول ونقول ألو. فاطمة صوت التلفزيون عالي. أول شيء السلام عليكم، بعدين صوت التلفزيون عالي ممكن تقصرين عليه. عليكم السلام. شلونك يا فاطمة؟ تمام الحمد لله، أنت شخبارك؟ والله أنا بخير الحمد لله يا فاطمة. ايش رايك في موضوع الاكل المفيد حق بدايه الدراسه؟ وايد حلو. شنو تتريقين انت دائما الصبح؟ يعني انا كل شيء اتريقه بس الافضل 7 تمرات وحليب. حلو، انت تبلشين بتمرات وحليب. ايه وتكون اعداد التمرات طبعا اعداد فرديه. ايه 7 3 5 7 7 7 توصلين على توصلين 11 ولا لا؟
لا ما تصير داعش. اوكي صح، التمر جدا مفيد ويعطي طاقه في بدايه اليوم. وناس، في ناس تاكل اول ساعه من بدايه القعده من الصبح، تاكل اول ساعه تمر، بعد ساعه طبعا تمر، وبعدين ياكلون وجبه الفطور. اي حلو. إيه لانه مو شرط ترى التمر ممكن هو مفيد بس انه ما يشبع الواحد، يقدر بعد التمر بساعه ايضا ياكل وجبه الفطور عادي، مو مشكله. تفضلي يا فاطمه، شنو حابه تقولين بعد؟ ابي اكلم مشاعل. وياك، تفضلي. فاطمه السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك؟ شلونك حبيبتي؟ تمام الحمد لله، انت اخبارك؟ زين الحمد لله يا رب العالمين. حبيبتي قولي لي مشاركتك. عندي قصه قصيره عباره عن جحا وكلام الناس من مؤلف اخوك سالم. اخوك سالم؟ اخوك سالم مؤلف هذه القصه القصيره. قصيره جدا ولا ها؟ لا قصيره جدا. يلا قولي القصه خلينا نسمعها حبيبي. الموهوب يخشى كلام الناس، بعض المفكرين يخشون كلام الناس، العاطل عن العمل والفقير والناس يخشون من بعضهم كلام الناس. جحا لا تجد بأن هناك من لا يعرفه ولا يعرف بعض من طائفه ونوادره. يقال بأنه في يوم ما كان جحا وابنه يمشيان مع حمارهما، فانتقدوهما الناس لأنهم لم يستغلوا الحمار كوسيلة للنقل. فركب جحا وابنه على الحمار، فانتقدوهما الناس مرة ثانية واتهموهما بأنهما عديمي الرحمة. فكيف يركب اثنان على حمار ضعيف؟ فنزل جحا وترك ولده على ظهر الحمار، فانتقدوا الناس الابن وقالوا عنه انه بانه ولد عاق. فنزل الابن وركب جحا، فقالوا عن جحا انه لا يرحم وانه قاسي على ابنه. فقال جحا وابنه وحملوا الحمار وهم يمشون، فضحك الناس عليهما لبلاهتهما. لحظه لا تضحكون، من هنا ندرك بأن إرضاء الناس غاية لا تدرك. صح. يعقل بأن يخسر إنسان حلمه وطموحه ويتخلى عن تحقيق أهدافه ورغباته من أجل إرضاء الناس؟ حياتك لك أنت، أنت من سيعيش وأنت من سيموت، فاستمتع بكل لحظات حياتك دون أن تسير حياتك على إرضاء الناس. أرضي ربك ثم نفسك. صح. الكاتب أخو سالم الدرامي. الله، صفقة صفقة صفقة. فاطمة هلا، استخرجي جملة فعلية من اللي قلتي. انت فهمت شنو قالت؟ او شفت ما بشكرك على اتصالك وتواصلك معنا. هي عطت حكمه ان في ارضاء الناس غايه لا تدرك. فعلا مو كل الناس تقدر انت ترضيهم ولا كل الناس تقدر تعجبهم. في ناس مثلا هي قاعد تقول عن الموهوبين ان يعني الناس قاعد تحبط الناس الموهوبه، في ناس فاشله، فهي شلون تخلي الانسان اللي قدامها يحبط؟ تنتقده، تتكلم عليه، فعشان ان انا بحبطه. ما يدرون ان في ناس عندهم عزيمه وعندهم موهبه وعندهم شجاعه انهم يكملون. فلا تخلون الناس هذه الفاشله المحبطه المريضه نفسيا تاثر على تميزكم ومستقبلكم وحياتكم. دائما الشجره المثمره تقذف. ف شنو قاعد اقذف عليك؟ فانت مثمره. اي الحمد لله يا رب العالمين. زين، فدائما الانسان الناجح يغارون منه، يعني لازم يطلعون في عيب. يقول لك ما في مثل يقول لك ما لقوا في الورد عيب سموه احمر خدين. هذا اول مره تسمعه؟ اي والله صدق حق مشاعل. هذا مثل جديد يعني. صدق يعني لازم كل واحد، لازم في ناس تحبه، في ناس تكرهه، في ناس تشوف ان هذا موهوب حيل، في ناس تشوف انه ما تبي يوصل للشيء اللي قدام. فش تسوي؟ تحطه تقطع عليه حكي، بس الانسان شاطر يكمل. يضيع دائما الشخص اللي وقته فاضي وما قاعد ينجز، دائما يضيع وقته باشياء دائما يعني يحبط فيها الاخرين. فشكرا لك يا فاطمه على هذه المشاركه الحلوه، ويعطيك الف عافيه. وطبعا ياما دائما نسمع من القصص عبر احنا نستفيد منها. من خلال هذه القصه استفدنا هذه العبره الجميله، دائما الواحد يركز بنفسه ويشوف عيوب نفسه قبل لا يشوف عيوب الاخرين. واذا طبقنا هالجزئيه جدا بسيطه ان احنا ركزنا في عيوبنا وصححنا عيوبنا وما شفنا عيوب الاخرين، فراح نشوف ان احنا انسان يعني ناس ناجحين في اعمالنا اللي قاعد نقدمها. صح. فمثل ما قال عبد الله، ومثل ما نقول لكم دائما، خلكم دائما واثقين من نفسكم، والناس اللي تغار منكم ما عليكم منها، لازم تكملون. واثق الخطى يمشي ملكا. هذه هي نصيحه حلوه جت من فاطمه ومن عبد الله ومني. مكملين حلقتنا معكم، نطرنا بعد هالبريك. وصلنا حق وجبة الغداء. لا وصلنا الحين راح نتكلم عن وجبة الغداء، ولكن قبل أن نتكلم عن وجبة الغداء راح نتعرف على الأصدقاء اللي موجودين يانا داخل الاستديو، والبداية راح تكون على يسارنا ويمين الشاشة. تفضل. أول بطل حلو اسمك عاشت لسامي حمود. أكيد حمود أنت مو غريب علينا، صديق من أصدقاء برنامجنا اليوم، كلكم أصدقائنا موجودين معنا. كم عمرك؟
8. 8 سنوات، شنو تتريق الصبح قبل تروح المدرسة؟ شنو؟ حليب وبعد بسكوت. حليب وبسكوت، حلو شاطرة ان انت قاعد تتريق وتروح المدرسة وانت ماكل ومصحصح. اذا نقول لي المدرسة متى؟ انت اي صف عشان اطلع لك انت متى بتداوم؟ ثالث. ثالث ابتدائي؟ عندك هو ثالثة كم؟ 17/9. لا تغير. 17/9 انت صح؟ ان شاء الله حبيبي الله يوفقك. تتوجه تحياتك؟ لا. اوكي بتغني؟ يلا سوق حق حمودي صفقة كبيرة. ننتقل للبطل اكيد اللي كلنا مشتاقين له، من زمان كان غايب عن برنامج استوديو الابطال واليوم يا ونور الاستوديو عندنا. شلونك؟ زين. شو اسمك؟ امان. كم عمرك؟ 6. 6 سنوات، العمر كله ان شاء الله يا حبيبي. قول لي بتوجه تحياتك؟ 6 ولا 7؟ 6. 6 صح، 6 سنوات، لان اخواتي قاعد يقولون 7، اخواتي حاسبين غلط. توجه تحياتك امان؟ انت بتروح اي صف انت؟ اولى ابتدائي؟ اي بتروح اولى؟ خلصت روضه؟ سووا لكم حفله بالروضه؟ ولا لا؟ سووا. شنو؟ سووا. سووا لك حفله، انت بتروح الابتدائي يعني انت هداوم 16 يوم الاثنين الجاي. اوكي؟ اوه بقى شويه. يلا صفقوا حق امان صفقه كبيره. الحمد لله. لازم العطسة هذه من الإضاءة. شو اسمك؟ عبود. عبود، عاشت الأسامي يا عبود، إيش أخبارك؟ زين. شفت خواتك ذاك اليوم؟ خلاص صاروا كبار بعد ما يجون عندنا البرنامج، صح؟ شو اسمهم؟ يا ماما وأوضح. يا ماما وأوضح، تحية كبيرة لهم، أكيد إذا كانوا قاعد يتابعونا الحين، أنت رايح أي صف؟ ثاني. ثاني؟ ثاني ابتدائي يعني تداوم مع حمود أنت، صح؟ يوم 17، صح؟ توجه تحياتك؟ إيه. حق منو؟ حق امي وابوي، حق مشاعر عبد الله. شكرا. وحق خوالي وعماتي. زين قول لي انت اول شيء تحيه كبير حق اللي انت ذكرت اسمائهم، قول لي شو انت تريق الصبح؟ صمون حليب. صمون حليب؟ ايه. تسوي شيء؟ تحط داخل؟ مثلي. حلو هالريوق، يلا صفقوا حق حمودي صفقه كبيره. شو عبد الله طلع مو مجرب؟ لا بلا ما حلو بالعكس. حليب شاي؟ إيه؟ وتحط صمون شي داخل. حلو لذيذ والله. لا اجيب لك عبد الله صمون الا اجيب لك ذوق. شو اسمك؟ ساره. اي مشهوره انت اكيد على اسميه مخرجتنا. كم عمرك؟ 3. العمر كله 3؟ نو واي. 4. 4 اي قاعده اقول انا. انا اختار لك كم؟ بتروحين وين الروضه انت صح؟ اي يعني بتداومين؟ الاحد الجاي. صح؟ الله شو النظره بس بالعيون. تغنين؟ شنو تغنين؟ حط ميكروفون سمعيني صوتك حياتي. امسك لي الميكروفون. يلا عبود. ساعدها ساعدها. يلا غني. سارو ما تبين؟ خلاص يلا صفقوا حق سارو صفقة كبيرة. صفقوا لها. ننتقل لآخر بنوتة حلوة موجودة معنا في حلقتنا لليوم. لابسة نفنوف أبيض حلو مثل قلبها الأبيض. شو اسمك؟ عالية. عالية، عاشت الأسامي يا عالية. كم عمرك؟ 6. 6 سنوات، راحوا الابتدائي. داومين يعني أي يوم؟ الاثنين. صح؟ إن شاء الله يا رب العالمين. قولي لي شو تتريقين الصبح؟ كورفليكس. تحبي كورفليكس؟ مع حليب؟ ولا حليب وشاي؟ هذا كورفليكس الخاص. مع حليب؟ تحبين الحليب دافي ولا بارد؟ دافي. حليب دافي، شطورة أنتي. بتغني؟ شو بتغنين؟ وطني حبيبي، وطني الغالي، وطني النجم العالي، وطني شولة مضيئة، كلمة جريئة، وطني وطني الغالي وطني. صفقوا لها صفقة كبيرة البنوتة الحلوة. توجهين تحياتك؟ حق منو؟ أمي وأبوي وخوالي وعمامي وخالي. حبيبتي تحية كبيرة لهم وشكرا على تواجدك اليوم معانا يا عالية يا حلوة. هذه آخر بطلة حلوة كانت موجودة معانا بهالفريق الأول.
الفريق الأول يعني تقريباً الأعمار شوي صغيرة، هذا يعني يخليهم ما يسولفون وايد، أما إذا كان الفريق أعمارهم شوي كبيرة فهم يقدرون يدردشون ويسولفون، خصوصاً على موضوعنا اليوم عن الغذاء السليم والصحيح اللي واحد لازم يأكله في بداية يومه، مو بس بالدراسة، بداية يومه بشكل عام، ولكن دائماً إذا كان في دراسة في مدرسة ففي شنو؟ في جهد، يعني لازم الواحد يبذله، فعشان شي لازم يأكل أكل مفيد ويعدل الأكل، حتى توقيت الأكل وايد يكون ضروري، لازم واحد يأكل بهالساعة ويعرف إنه مثلاً يسوي له وجبة سناك، الحين مشاعر تدري أنا ليش قاعد أقولي، يسوي له وجبة سناك بهالساعة ويتغدى هالساعة ووالله الغدا سناك هالساعة وبعدها عشاء، ست وجبات آكل أنا، ست وجبات. لا إله إلا الله. إيه بس شنو؟ أشياء جداً بسيطة كلها خضار. أذكر ربي. ها؟ أذكر ربي. شكرا لك يا مشاعر. ننتقل حق صديقتنا الغاليه ايضا اللي موجوده ويانا داخل الاستديو، على فكره ترى ماخذين لونج. زين نتعرف عليك. ساره حسن. شلونك يا ساره؟ زينه. كم عمرك؟ 10 سنين. 11. توي ثالث ساعه قاعد تسولفين عن امان، وامان ما قالها صح، الحين انت قلتيها غلط. 11 سنه العمر كله. رايحه اي صف؟ سادس. خلينا نشوف الكشف عند مشاعر. تفضل مشاعر. سادس بس ما ليش عمره؟ هو سادس تبع أي مرحلة؟ سادس ابتدائي. متوسطة. آه. متوسطة. زين كذا. متوسطة يوم الأحد 22/9. الأحد 22/9. عارفة التاريخ هذا صح؟ حلوين. زين قولي لي شنو تتريقين الصبح أنتي؟ كورنفليكس مع حليب. كورنفليكس مع حليب. شنو؟ ها؟ وشاي. ورا بعض ولا وشاي؟ تحبين الشاي؟ شاي حليب ولا شاي عادي؟ حليب وشاي. شاي حليب. انا عارف شاي حليب مو حليب وشاي، لان ما يصير نحط الشاي على الحليب، نحط الحليب على الشاي. اوكي فيصير شنو؟ شاي فوقه حليب. حليب بس. هذه وجبتك كل يوم؟ ما تاكلين بسكوت؟ تتغمسينه بعض المرات صح؟ يكون وايد حلو. حلوين. توجهين تحياتك؟ اي قولي. حق امي وابوي وكل عائلتي وكل بيوتي. اوكي صفقوا حق ساره اللي لابسه الجنطه بيضة نفس قلبها. الجنطه هذه فيها تليفون للبيع؟ ها؟ شغال يعني؟ شغال؟ راح ناخذ منك 3 ايام، يعني تجينا يوم الاربعاء، اوكي؟ ويبوا لي امرك. ولي امرك، ها؟ استدعوا لي امر، لحظه. استدعوا لي امر. كم رقم ابوك؟ يلا اوكي ننتقل حق صديقتنا الثانيه، ما ابي اقول اسمها، ابيها هي تقول اسمها الكامل. تفضلي. اسراء حسن. اسراء شلونك؟ زينه. كم عمرك يا اسراء؟ 10. لابسه شيله بيضة نفس قلبك صح؟ زين قولي لي اسراء شنو تتريقين الصبح؟ بسكوت شاي حليب. بسكوت وشاي حليب؟ يعني انت دائما ويا ساره تاكل نفس الشيء؟ لا. لا؟ نفس الأشياء دائما. يعني شاي حليب ماك غير عن شاي حليب مالها. يفرق صح؟ يلا بالعافية عليكم، بس دائما الواحد يغير بالريوق، أوكي؟ غيروا، حتى ترى العسل مفيد الصبح والتمر مفيد، حاولوا أنكم تاكلونه، أوكي؟ ترى تقدرون تحطون شاي حليب تحطون فيه قفشة عسل، صح ولا لا؟ إي وايد حلو مفيد. أنا أستخدم الحليب الحار نفس الحليب أسخنه. إي. واحط فيه قفشة عسل يصير وايد حلو. يعني اذا انتم ما تحبون يعني تاكلون العسل بروحه، يعني هذه شيء يعني واحد يغير من النكهه نفسها. اسراء قولي تحياتك حق منو؟ امي وابوي وكل اهلي ورفيجاتي. ورفيجاتك. نصفق حق اسراء. شكرا لك يا اسراء. غاليه يعني ما له داعي تقولين اسمك، لان انت حاطه اسمك من ذهب مثل قلبك، ما يصير مثل معدنك من ذهب. يلا قولي اسمك كامل. غالية المطيري. وإن فيك غالية، كم عمرك؟ 12. العمر كله إن شاء الله. غالية قبل لا توجهين تحياتك، تبين تغنين ولا ندردش موضوع الفطور؟ لا، فطور. فطور حلو، يعانى شكلك. غالية قولي لي شنو تتفطر الصبح؟ غالية اللي هي أنت يعني. مو شيء معين، كل يوم غير. أوه، بوفيه يعني. ها؟ لا يعني مو نفس الريوق كل يوم أكله، لا غير. أعطينا الأشياء اللي تاكلينها يعني كذي. مثلا كورنفليكس، شباتي. اوه سمبوسه؟ لا. انت تشتغلين بوزاره ولا دوام؟ مدرسه؟ ها؟ عريوق وزارات؟ سمبوسه جباتي. حلو ترى مفيد هو، بعد شنو تاكلين؟ كل قالوا عادي جبن بيض. حلو، تاكلين بيض مع طماط ولا بيض شلون؟
اومليت ولا بيض عيون ولا مخلوط؟ عيون. بيض عيون حلو، انا احب البيض عيون بعد. صف قولها. شكرا. لا لا تحياتك ما قلتي صح، قولي. حقكم وحقكم ابوي وخواتي السوم وسارون واخوكم علويه، وحق خالاتي وخوالي وحق فوز. اوكي مشكور، اعطيك العافيه. ووايد حركه حلوه هذه اللي انت مسويتها، ان كذي مسويه وانت اصلا جميله، انت تحلين الشيء. ننتقل حق منوته ثانيه، شو اسمك؟ منيره. منيره شنو؟ محمد. والنعم فيك يا منيره. شي صوتك شوي كذي خجول علي على صوتك عادي، واحنا قاعدين نسولف وكلنا احنا اهل واخوان هني. كم عمرك؟ 11. العمر كله ان شاء الله. انت من اي مدرسه؟ شباب. راح خوله. بتروحين وين؟ خوله. بتروحين خولة؟ ها راح تنتقلين عيل من الخامس بتروحين السادس صح؟ ايه. انت ويا غالية نفس الشيء. نفس ها. انت بتروحين سابع، اكبر منها يعني. اخذي كتبها زين؟ التقويم محلول. قولي قولي لي شنو تتريقين الصبح؟ مثل ما قالت كذي اشياء معينة مو شيء واحد. اوكي انت تنوعين بالاشياء. ايه. اللي انت تاكلينها في زين متى تاكلين؟ اي وقت تاكلين؟ خلينا نغير السؤال لان انت نفس الاجابة. تاكلينها بعد القعده من النوم بساعه ولا لما توصلين المدرسه تاكلينها؟ متى؟ لا. ولا قبل لا تطلعي من البيت؟ قبل لا اطلع. قبل لا تطلعي من البيت افضل شيء انك قبل لا تطلعي من البيت تاكلين وجبه الفطور. تقولين تحياتك؟ ايه تفضل. احب اوجه تحياتي حق امي وابوي. ايه؟ ونوره اختي. زين وكل اخواني وخالاتي وعماتي. زين. واحب اقول حق رفيجاتي ان شاء الله اشوفكم ومدرسة خولة إن شاء الله. من انتقل وياك؟ كم واحدة جت وياك من اللي تعرفينهم؟ كلهم. كلهم نفس المنطقة هي؟ إيه. إذا نفس المنطقة راح تشوفين كل رفيجات. حلو حلو. تاكلين شباتي شكلك. وحق هنادي الكندري أحب أقولها محبك مات. إنزين. وبس. مشكورة. نصفق لها في الأخير. شكرا على حضورك في البرنامج. آخر بنوتة. شو اسمك؟ لولو محمد المطيري. والنعم فيك لولو ولا لولو بس؟ لولو. لولو والنعم يا لولو. كم عمرك لولو؟ 9. 9. انت بتروحين اي صف ان شاء الله؟ رابع. الصف الرابع. اللي هو يوم الثلاثاء راح يداومون صح مشاعل؟ شنو؟ يوم الثلاثاء الصف الرابع ابتدائي؟ اي اي 17 تاريخ 17 يوم الثلاثاء. شريتي اغراض المدرسه؟ ايه. جاهزه حق المدرسه؟ ايه. شريتي لك جنطه الاكل مالت ال ايه لا يسمونه لانش بوكس؟ ايه. شنو تحطين فيها اللانش بوكس؟ اكل. ادري اكل. شو كم طالعوني هو قصدي شنو انواع الاكل يعني؟ عصير. عصير بطاط شيء من الفاكهه موزه تفاحه كاكاو مانجا. المدرسه يعطونا شويه كذي اشياء مغذيه كذي. حلو شنو يعطونكم المدرسه؟ بعض المرات يعطونا عصير وشنو؟ فرسان جبن مواد زعتر. ايه وتمر وبس وموز. اوه وايد حلو. هاي متى يعطونكم اياها؟ باي فتره بالفرصه؟ لا قبل الفرصه. قبل الفرصه الاولى الحصه الاولى. الفرصه الاولى ما يعطونا الفرصه الثانيه. بالفرصه اي على حسب يعني. بس انت المفروض تعلين صوت شوي عشان نسمعك اكثر. زين لا تحركين الميكروفون. فانت ايش تسوين؟ ايش تسوين مثلا هذا الميكروفون تكلمين تسوين شيء وتردين مرة ثانية. يعطونكم قبل الفرصة الأولى عشان تأكلون بالفرصة صح؟ أيه. عليكم بالعافية كلكم. شكرا يا بنات على حضوركم. بس قولي تحياتك قبل أنسى. تحياتي حق أمي وأبوي خوالي وخالاتي وإخواني وخواتي وعماني وعماتي. مشكورين يا بنات عليكم. بتقول شيء قبل لا نطلع فاصل؟ بقول حق بنت خالي مريم كل عام وانت بخير واليوم عيد ميلادها. اليوم عيد ميلادها. أيه. حلو. كم صار عمرها؟ ما أدري. ما تدرين؟ 13 سنة. نقول حق مريومة كل عام وانتي بخير وعقبال العمر كله. اليوم كملت 13 سنة من شو تصير لك هي؟ بنت خالتك. من بنت خالتك. مشكورة يعطيكم العافية بنات كلكم يا شباب وعليكم بالعافية. أمان شلونك؟ أنا ما دردشت وياك حبيبي أمان. بس شكرا جزيلا. أكيد تحية كبيرة لكل الحلوين اللي منورين داخل الاستديو. بنكمل حلقتنا معكم وتويتر موجود معنا من بعد البريك. رجعنا وياكم من بعد البريك. أذكر بتويتر البرنامج @abtal_الراية. التحيات جاهزة والأصدقاء الحلوين اللي يشاركون بتويتر
لازم يسمعون كل اللي علقوا عليه من خلال تويتر البرنامج. تفضلي. عندي اول بنوته تقول المشاعل بخصوص حلقه امس يوم جبتي طاري ابو نوال العبيدان، هي ابوتي ودرسني مدرسه ماما انيسه. تحيه كبيره لك وتحيه كبيره حق استاذ نوال العبيدان. فاذا كنت طالبه من طالباتي اكيد وصيها سلامي، لاني وايد احبها الانسانه ولها يعني ذكرى عزيزه على قلبي. ايضا عندنا سلام عليكم احلى برنامج دي ابطال واحلى مذيعين مشاعل وعبد الله، وانا من اشد متابعينكم واتمنى يكون برنامج دائما لنا نحبكم. تحية كبيرة لكم وشكرا. أيضا عندنا مشاعل عبد الله، ممكن أكون صديقتكم لأني من أشد متابعين لكم وأحبكم بجنان، حتى أهلي مستغربين مني، أعشقكم والله. إحنا بعد نعشقك يا حلوة وشكرا على المحبة الكبيرة. عبد الله مال الله ضحكتك تكفينا، والله أحلى ما في البرنامج سوالفكم، تونس أنتوا اللي تونسوني، أحبكم أحبكم أحبكم. مشكورة. أيضا في بنوتة دازة شعولي الله يحفظك، في مساء وأنا قاعد أقرأ تغريدات ولا في في بنوتة اسمها مدى الريم، النك نيم حطت تحت مكتوب مدى الريم وفوق الاسم عبد الرحمن، يعني هو أي واحد ما أدري للصحيح. أنا أقول لك البنت يمكن زين ناخذها بحسن نية، البنت ما عندها تويتر فقاعد تتعلق من تويتر أخوها. صح والله فكرة صح. شو يمكن الفكرة؟ إيه يعني تحليل زين، يعني تحليل جيد. صح. لا أنا عشان بقول من منو. ايضا عندنا عبد الله مشعل، انا احبكم وكل يوم اتابعكم، اتمنى لكم كل خير، تقبلوا تحياتي حنان. تحيه كبيره لك. ايضا سلام عبود وشعول، انا احبكم مره، احنا بعد نحبكم. ايضا عندنا سلام عليكم، انا شوشو من العراق، هذا احلى برنامج ونستفيد منه، شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم الدائمه، تحيه كبيره لكم كلكم. ايضا عندنا سلام حبايبي، انا بروك من ابو ظبي، اوجه تحياتي لاختي عنود وشمه وشيخه ودولي، واحبكم وايد وايد أنا من متابعينكم، شكرا جزيلا. في أيضا عندنا لا تكون ثقيلا فيستغنى عنك، ولا تكون خفيفا فيستهان بك، من سوسو من سلطنة عمان، تحية كبيرة لك يا سوسو. أيضا عندنا سلام عليكم، أنا مريم الوردة، كل يوم أرسل ما تقرون رسالتي، زعلت شوي عليكم يمكن لأني أكرر رسالة عشان كذا ما تقرونها، تراني أحبكم، هذا إحنا قريناها. أيضا عندنا سلام عليكم، فقدتكم حيل شعلو عبود، عرفتوني او نسيتوني، انا كدوشه من الرياض، اوجه تحياتي ماما وبابا وفوفي والسعود وسلطان، ولكم شكرا جزيلا يا كدوشه، واكيد ما نسيناك. ايضا عندنا يسعد لي مساكم عبود شعلو منورين من فاطمه، شكرا يا فاطمه. شكرا يا فاطمه. نختم مع فاطمه ونقول نريح شوي مع فاطمه باخر تغريده، نرجع للاتصالات ونرجع للعبه السيارات بالفقره الثالثه. الاتصال الاول في اللعبه، الو عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله، هلا بالسمي، شلونك؟ زين الحمد لله. شخبارك عبادي؟ تحب لعبة السيارات أنت صح؟ إيه. دائما أنت تنطر لعبة السيارات وتتصل بالفقرة الثالثة. حلوين. عبد الله راح تلعب مع اتصال ثاني بس يكون أحد من أهلك مجهزة. خلينا نجرب نشوف. شملان. ألو. لا شملان نعرفه. راح يقول لنا ألو، شلونك يا شملان؟ جميل. شو اخبارك؟ عيدك مبارك. ايامك سعيده. خلص العيد. ما يخالف شن؟ حق العيد الاضحى ما بقى شيء شهر. اي صح. شو اخبارك؟ زين الحمد لله. تفضل سلم على مشاعل وارجع لي مره ثانيه عشان نلعب. هلا وغلا شملان، شلونك؟ زين الحمد لله، انت شلونك؟ زين الحمد لله، شو اخبارك؟ كل شيء اوكي؟ زين الحمد لله. انت رايح اي صف شملان؟ بعدين تقول لي؟ سر؟ اي سر. يعني انت راح يداومون 22/9 ولا قبل؟ لا 22/9. 22؟ مرحلة جديدة. اوكي الله يوفقك ان شاء الله حبيبي. يلا. اسمعني يا رب. عرفتي يعني مثل شنو؟ شلون شفتي؟ زينة. بالله ما عرفت اي صف. مرحلة جديدة فهو دش الثانوية. أولى ثانوي يعني كم؟ أولى ثانوي. اي يعني كم؟ شن كم؟ العاشر. اي صح. 10 11 12. لا. ثانية صغير. انت قلت انا رايح مرحله جديده. اي يعني مرحله جديده، سنه جديده، سنه دراسيه جديده. اي سنه جديده. 22 ثانويه والمتوسطه. والمتوسطه اي عيال متوسطه. اي متوسطه بس ما يبي يقول. يلا يا شملان. تاسع. اي ما تبي تقول، ما زين ما قلت رقمك المدني. شملان راح نلعب ويا بعض، راح تلعب انت ويا عبد الله. اوكي اوكي يلا خلينا نشوف لعبه السيارات. عبد الله جاهز؟ اي جاهز. السؤال الاول صح ولا غلط؟ شلونك؟ يعتبر العدد 16 من مضاعفات الرقم 8 صح او خطا؟ خطا.
نعيدك السؤال؟ ليه؟ يعتبر العدد 16 من مضاعفات العدد 8. صح. صح؟ اي صح، مفروض تعرف إجابة صحيحة، لأن 8 16، 8 زائد 8 يساوي كم؟ 16. يلا ننتقل للسؤال الأول حق شملان. من الأشكال الهندسية مربع، مستطيل، مثلث، دائرة. صح. صح، إجابة صحيحة، خطوة قدام. عبد الله. نعم. الأسماك من اللحوم الحمراء، صح وخطأ؟ خطأ. خطأ، برافو عليك، خطوة قدام، لأن الأسماك تسمى اللحوم البيضاء. ننتقل لشملان، شملان. الربيان والسمك حيوانات برمائية. لا خطأ. تخيل سمكة تطلع تقعد تريح وترجع. خطأ خطأ. ننتقل للسؤال الثالث والأخير حق عبد الله. يستخدم الإنسان حاسة السمع عن طريق العينين، يعني يسمع بعيونه هيشكي. خطأ. خطأ، إجابة صحيحة. ليش تخز؟ معناته قاعد يسمعني لو كانت كذي. السؤال الأخير، الزرافة والفيل من الحيوانات المفترسة. لا خطأ. خطأ، إجابة صحيحة، برافو عليك. شكرا لك ويعطيك العافية يا شملان، شكرا لك ويعطيك العافية يا عبد الله. من بوجه تحياته؟ حلو. عبد الله بتوجه تحياتك؟ ايه. يلا يا السمي. حق أمي وأبوي. ايه. حق كنت مشاعر. شكرا. وحق أخوي. ايه. حكي أختي أمل، حكي أختي توري، إيه، وحكي أختي الكبيرة. أوكي، إنزين، أنت وعدتنا إنك تيل الاستديو صح؟ ها؟ وعدتنا إنك أنت تيل الاستديو وياهم تقعد معاهم صح؟ إيه. متى؟ باكر. أكيد باكر ولا باكر، هذه شيء يعني باي. وين مكانكم؟ إحنا من ني؟ إيه وين مكانكم بشوي؟ مشويخ. نعرف. تعرف مكاننا احنا؟ تعرف مبنى الجريده مالت الراي؟ ايه. هي نفسها تلفزيون، تروح وتشترك مال المهرجان وتدش عندنا. اوكي؟ اوكي. باكر يعني ولا عقب باكر؟ لا باكر. يلا ننطر. انتم متى تخلصون حلقتكم؟ الساعة 4 نخلص، يعني انت لازم تيجي قبل 3، اوكي؟ 2:30 انت مني. نسجل لك موعد؟ زين. إيه؟ بدون موعد، بدون موعد، بس هذا وعد، اوكي؟ زين. يلا، ان شاء الله نشوف عبد الله السمي صديقنا باكر داخل الاستديو. شملان تفضل. راح شملان؟ شنو؟ ها سكر شملان، مشكور يا شملان على اتصالك وسامحنا اذا طولنا عليك، ومشكور ايضا يا عبد الله اثنينكم ربحتوا ويانا الجائزة. مساء الورد عبود، منور كالعادة بطلتك الحلوة، الله لا يحرمنا منها من غرام. شكرا يا غرام. ايضا تحياتي شعولة وحياتي اخي عبد الله، وتحياتي يعني هذه ما ادري شو قلت. شعول كيف الجامعة؟ ابتسم، انت في الجامعة من مدري، ما قلت لك انك كنت باسم عبد الرحمن ولا هذا. الجامعة حلوة، استانست بس دايخة شي اول النوم. يوم اول يوم اي عشان فيني النوم. ايضا عندنا سلام شعولة، ودها تقول شعر هذا البنوتة، اذا مات اذا ذات امل لا يحمل من حمل ذات اشخاص قلوبه ذات القلب الذي يصبح بذكر الله. ما عرفته. يلا تسأل. ناخذ اتصال. الو، لعبة الصورة المخفية. يلا كلنا ويا بعض بصوت واحد. الو. بايد واحدة. انزين، نغني حق العنود، نقول لها شنو؟ هابي بيرثدي تو يو. اوكي يلا، ويا الموسيقى تبونها؟ ويا الموسيقى نغني حق العنود. العنود منو هذه؟ الاتصال الحين جاهز ويانا لان اليوم عيد ميلادها. يلا ويا، يقولوا هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي، هابي بيرثدي، هابي بيرثدي تو يو. سنة حلوة يا العنود، سنة حلوة يا العنود، سنة حلوة يا العنود. هاي هاي معروفة الخاتمة، شكل جديد. شلونك يا العنود؟ زين الحمد لله. ايش رايك بس بالسبرايز؟ حلو، مشكورين. كم صار عمرك؟
12. العمر كله ان شاء الله يا العنود. نلعب؟ ايه يلا. يلا خلنا نلعب لعبة الصورة المخفية. خلنا نشوف. من 1 إلى 9 اختاري رقم. 5. 5 بالنص. سؤال، سؤال يقول من وسائل النقل. العنود من وسائل النقل. ننتقل فيه من مكان، لا ننتقل فيه من مكان لمكان. سيارة. قلتي باص، عبالي باص، باص. صح. بعد اعطيني رقم ثاني. 1. 1. او نو. او نو. يلا اعطينا بعد رقم. 9. 9. سؤال ثاني، نوع من انواع الالكترونيات الحديثة. ايفون. ايفون، اي يعني تليفون يعني قصدك. يلا مو ماركة احنا قلنا. يلا بعد رقم، اخر رقم. 8. 8. نبي كادو حق عيد ميلادها. لغز، اكملي الفراغ. تقع جنوب افريقيا في القارة. سهلة. هي دولة تقع في اي قارة؟ من اسمها؟ تقع جنوب افريقيا في القارة. يا العنود ساعدوني. يقولك هي، ردوا الكاميرا علي يصير. تقع جنوب افريقيا، هاي مشاعر، هاي مشاعر. جنوب افريقيا في القارة نقط شنو؟ افريقيا. صح، صفقوا لها. يعني جنوب افريقيا اكيد مو باوروبا، عرفتي؟ ايه ايه. ان شاء الله اليوم عيد ميلادك بالليل راح تحتفلون فيه، ما راح تعزمينا؟ لا حياكم، تعالوا. اوه تعالي، عندنا الصوره. الله يحييك، مشكوره، ما انا احب العزايم. شنو الصوره هذه؟ ها انت الحين طلعتي 3 أجزاء، طلعتي 9 و5 و8. واضحه هي؟ قوس قزح؟ لا لا، للاسف مو قوس قزح يا العنود. بس العنود بما ان اليوم عيد ميلادك انت راح تربحين جائزه، بما ان احنا غنينا لك، بس هي مو قوس قزح. اوكي اوكي. شنو حابه تقولين؟ اوجه تحياتي. تفضلي. حق امي وابوي وعمتي وعمي واخواني وخواتي. خليتي الهدايا ولا بعدين تاخذونها؟ بعدين ان شاء الله. يلا استانسي اليوم وخلك مع اهلك، لان احلى شيء لمة الاهل. الله يحفظكم ويخليكم حق اهلكم يا رب. شكرا يا العنود. راح نرجع لكل اصدقائنا لكن من بعد هالبريك. رجعنا لكم اصدقائي الحلوين من بعد هالبريك، وراح نلعب لعبة الهوكي مع الابطال اللي موجودين معنا داخل الاستديو. اول بطل راح يلعبون هاللعبة، راح نبلش مع حمود وامان. تعالوا يلا صفقوا لهم، صفقوا حق حمود وامان. حل ايوه هي هني. عادي اعطي حق امان عشان هو اصغر. يلا 1 2 3 يلا صفقوا لهم، صفقوا لهم. لا صفقة تشجيعية كذي، اللي راح يجيب هدف هو الفايز. ويا الموسيقى، ويا الموسيقى. لا لا قاعد تصير، قاعد تصير. اوه فايز حمود على امان. صفقة حق حمود، صفقة كبيرة. انا اليوم اكح واعطس وكل شيء، عادي عادي ارهاق. يلا راح بعدين بنوتة الحلوين. تعال عبد الله تبتي. يلا تعالي سارة وعالية، ما راح ينحاش والله، ما راح يخليك يروح. يلا منو اصغر؟ كم عمرك؟ تمسك. وانتي؟ انتي 4 صح ذكرت. يلا يلا موفو ماني. تحركينها يلا. لا 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 لا
الفريق اللي بعده عبود، اسمك؟ اسمك عبود؟ عبود والبنوت اللي ورا، يلا تعالوا. يلا. وين ال... وين الماي؟ يلا واحد اثنين ثلاثة اضرب. لازم موسيقى ما تضرب عشان ما نسمع كلمة. اوووو. تعال تعال، بعطيكم فرصة ثانية، يلا تعال. يلا. صفقة كبيرة، هل يعني؟ يلا البنوتين اللي بعدهم غالية والبنوتة الحلوة اللي يمها، تعالوا. يلا، كم عمرك؟ 11؟ 12. اوكي يعني هني، يلا. تفضلوا. اوه شيلو. يلا فرصة فرصة. واحد صفقة غالية يعني كم الأطوال. احس نفسي ابلة من الكبيرة هي صح اكيد وينها وينها يلا واحد اثنين لا عندك اوكي لا عندك واحد ثلاثة يلا يلا اوه فازت اسراء صفقوا حق اسراء صفقة كبيرة على سارونا يلا تفضل يا مشاعر روحي مكانك مكاني انزين شكرا لكل الاصدقاء اللي شاركوا ويانا في الحلقه اليوم وحضورهم اليوم في البرنامج تعرفنا عليهم دردشنا وياهم عرفنا من اصدقائهم اللي حابين انهم يوجهون لهم تحيه بالنهايه دائما نلعب لعبه الهوكي مع بعض وايضا هناك العاب قادمه ان شاء الله على حسب الاعمار في السيزون الجديد اللي راح يكون لبرنامج استوديو الابطال نرجع لاجواء الاتصالات ونشوف منو معانا على الخط ونقول الو هيا الو اهلا هيا اهلا فيك شلونك الحمد لله تمام كم عمرك هيا 12 سنه العمر كله ان شاء الله عيونا تبين تغني لنا اغنيه كذي بصوتك الحلو لا ولا تلعبين اي العب يلا هيا نلعب قولي هيا هيا نلعب هيا نلعب يلا عيونا لعبتك هي البازل اليوم ما لعبناها اوكي يلا عندك جيري اكبر من توم هالمره صاير اي زين ركزي عليه وشوفي وين مكان البيت وين مكان توم ركبي لي الصورة بي 8 بعد سي 4 بعد اي 7 صح ترتيبك حلو اتش 2 حلو يا هيونة بعد وجي ستة طبقوا حق هيونة تركيز جميل واختيارات كلها موفقة وانت كملتي الصورة مثل ما احنا نبي والله انك شطورة وربحتي ويانا جائزة من البرنامج هيونة بتوجهين تحياتك حق منو اهلي وخواتي ايه هاميدة اوكي انت اول مرة تتصلين علينا ايه اول مرة خلاص وعدينا انك دوم تتواصلين ويانا ان شاء الله ان شاء الله مشكوره هيونه وعلى اتصالك مع السلامه طبعا عندنا تغريدات وايد في اصدقاء يقولوا ليش مش عم تجيني التغريده كل الحين ما وصلت لتغريداتكم لان في وايد تغريدات انا قاعد يدزون حتى من قبل بدايه الحلقه بربع ساعه او 20 دقيقه فاضطر ان انا اقراها في البدايه بعدين اكمل التغريدات الثانيه السلام عليكم اكل على الفطور جبن وخبز وحليب بس هذا واحده من تغريدات اليوم نوروا البرنامج ابناء اشكناني سارونا واسراء وحمودي وامون الله يحفظكم حابه اسال ساره إذا ممكن أقدر أتواصل معك من اسمها مملكة من ليبيا عندك قلتي إنستغرام صح؟ اسمها سارة شكناني صح هذا هو الإنستغرام مالها أعتذر من كل الأصدقاء اللي ما قدرت إن أنا أقرأ تغريداتي ما في تغريدة بس بقرأها عزمينا على فطور شعولة
من نوف وخالد ومشعل، تحية كبيرة لكم، أكيد شرف نعزمكم على الفطور معي. شكرا جزيلا للأصدقاء اللي شاركوا ويانا في الاتصالات في التويتر واللي موجودين ويانا داخل الاستديو. نشوفكم نفس الوقت باكر بحلقة جديدة. باي باي، مع السلامة. ترانا الحين خلصنا، رن 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 جرسنا، ترانا الحين خلصنا، جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين، رايحين رايحين للفن رايحين، رن 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 جرسنا، ترانا الحين خلصنا. بس مو تلوين لعب وتمرين، يلا يا اطفال يلا يا حلوين، بس مو تلوين لعب وتمرين، يلا يا اطفال يلا يا حلوين، راح نسأل ونلعب، راح نمرح نستفيد من درس وبيت وملعب. Let's get your outfit on.